عليكم ورحمة الله وبركاته. دي صورة للبامب روم بكل مكوناتها، مكتوب على كل مكون اسمه والبوزيشن بتاعه. هنتفرج دلوقتي على الفيديو عشان نشرح عليه اكتر. الفيديو اللي قدامكم معمول بغرفة ميب واخراج بالنفذ. زي ما احنا شايفين بيكون غرفة المحركات او المضخات بتكون مكونة من مضخة الكتريكال، مضخة جوكي، مضخة ديزيل. المين بامب هي المضخة الالكتريكال، الجوكي الهدف منها ستارت اب، اما المضخة الديزل ديت ستاند باي علشان لو حصل عطل كهربي ديت تشتغل مكانها. طيب بنلاحظ اللي موجود على خط السحب لكل مضخة محطوط جيت بريشر او بريشر جيت، تمام، مقياس للضغط. نلاحظ في حال لو كان قطر الماسورة مختلف عن قطر الدخل بتاع المضخة بيتعمل حاجة هنا اسمها السنتريك ريديوسر. السنتريك ريديوسر ولازم يكون الشرفة بتاعته موجودة لتحت علشان نقلل حاجة اسمها الارجاب وما يحصلش كابيتيشن. المسافة ما بين السنتريك ريديوسر والمضخة بتكون 10 دي و10 دي ليه علشان الفلو يخش على المضخة في حالة لامينار. نلاحظ ان موجود استرينر ويفضل عدم وضع الاسترينر عشان لو لا قدر الله حصل سد اتسد الاسترينر اللي هو المصفى ممكن المضخه ما تشتغلش. عشان كده احنا بنركب اول قبل وبعده جيت بالب عشان نعزله وننضفه باستمرار. زي ما احنا شايفين الفيديو قدام. هنتكلم دلوقتي هنشرح بالتفصيل خط الطرد. خط الطرد بيكون موضوع على كل المضخات، بيكون محطوط برضو بريشر جيج، بس بيكون محطوط على المضخة الالكتريكال ومضخة الديزل بيكون محطوط حاجة اسمها ريليف فالف، الهدف منه تدوير المية في حالات التدفق المنخفضة. بضغط في كمية مية قليلة فممكن تحصل للحالة البخارية فتبوظ المضخة، فأنا بقوم رايح سحبها بيه وبقوم رايح موديها على الدرين اللي هو الصرف وعوض تاني بكمية مية تانية. نلاحظ ان خط الطرد بيكون مكون من تشيك فالف وبيكون مكون من او اس اند واي فالف وبيكون ما بينهم متاخد خط اسمه السنسنج لاين. السنسنج لاين ده بيروح للوحة الكنترول وهنشوفه دلوقتي. زي ما احنا شايفين الخط المركزي اللي هو رايح يغذي الرشاشات وصناديق الحريق بيكون محطوط حاجة اسمه عليه الارم كنترول فالف، الهدف منه يديك انذار ميكانيكي وكهربي. بيكون برضك موجود عليه اتنين بريشر، الهدف منه بيقيس لك خط السحب والطرد بتاعه. وبيكون موجود عليه حاجة اسمها بريشر سويتش، وبيكون موجود هنا هوت فلو سويتش، يعني هنا فلو سويتش وهنا بريشر سويتش. وباخد من الالارم خط مية بيكون نص بوصة، بيكون رايح على حاجة اسمها هنا الووتر الارم، الهدف منه يديك انذار ميكانيكي. المايه دايما بتخش جوه على ريش بتديك انذار ميكانيكي. زي ما احنا شايفين ان كل مضخه بيكون برضو موضوع على خط الطرد بتاعها تشيك فالف، وبيكون موجود او اس اند واي، ومتاخد من ما بينهم خط السنسنج رايح للوح الكنترول، واللي داخل بخرج تحت كده من على لوحه الكنترول موديه تاني للدرين. نلاحظ اللي هنا فيه برضو السنكريشن ريليف بالب، بس محطوط هنا في مضخة الديزل بيتحط حاجة اسمها بريشر ريليف بالب كمان، يعني هنا بيكون في بريشر ريليف بالب هناك ما بيبقاش فيه. وبيكون الخط اللي فوق ده خط اسمه التستنج لاين. خط التستنج لاين ده بيكون رايح راجع للتانك تاني، بيتحط عليه او اس اند واي او اس اند واي، وما بينهم حاجة اسمها فلو سويتش، فلو قصدي فلو ميتر، ده فلو ميتر بيقيس بس التدفق زي ما احنا شايفين واضح قدامكم. الخط داخل على التانك، ونلاحظ ان الخط اللي جاي من التانك بيكون متوصل لجوه، بيكون متوصل بقلب ومايل لتحت. بنسيب مسافه حوالي 6 بوصه علشان الفورتكس، عشان ما يحصلش فورتكس المضخات. وده خط اهو رايح للدرين واخد، ده الانذار الميكانيكي اللي هو الووتر
زي ما احنا واضح قدامنا اهو. وطبعا بيكون الالارم كنترول بيكون في نقطة صرف ليه برضك، ونلاحظ اهو، ونلاحظ نقطة السنسنج متاخدة ما بين البلبين ومتوصلة بالتلات لوحة اللي في الآخر. وشكرا على استماعكم، يا رب تكونوا استفدتم.